وينضم إلينا أيضا الزميل ممدوح أبو الغنم من ولاية ويسكونسن. ممدوح، كيف هي أجواء التصويت لديك، كثافة التصويت في الطوابير الواقفة أمام اللجان، ما هي الشرائح العمرية التي ربما كبار السن، الشباب، النساء؟ لو تشرح لنا الصورة أكثر في التصويت وفي ولاية ويسكونسن. نعم جيهان، أنا بداية سأحدد موقعي. أنا في مركز فرز، يعني كنت في الصباح في مراكز الاقتراع، سأتحدث عن تلك المراكز لاحقا، لكن الآن أنا في مركز فرز كما تشاهدون في هذه الصورة. طبعا قانون الولاية يسمح ببدء الفرز للتصويت المبكر مع بدء التصويت في الساعة 7 صباحا، يعني الآن بدأ فرز الأصوات للتصويت المبكر. اللجنة الداخلية في المركز أعلنت قبل قليل بأن هناك أكثر من 1,600,000 ناخب صوتوا في التصويت المبكر وعبر البريد، وأيضا قالت اللجنة بأن هذا الرقم هو أقل ب50,000 عن انتخابات عام 2020، يعني الأرقام جدا متقاربة بالنسبة للتصويت المبكر. طبعا قانون الولاية يسمح ببدء فرز الأصوات الذين صوتوا تصويتا مبكرا في تمام الساعة 7 صباحا مع بدء التصويت، لكن اللجنة اليوم بدأت في 9 صباحا، أي قبل فقط حوالي ثلث ساعة من الآن، وأعلى وأرجع ذلك إلى أسباب فنية، يعني كان هناك تأخر في بدء فرز الأصوات بنحو ساعتين عن الموعد المفترض. كان قضية الفرز المبكر للأصوات خلال الأربع سنوات الماضية كانت قضية حازت على اهتمام الجمهوريين والديمقراطيين والتجاذب بينهما، بأن التصويت المبكر يمكن بدء فرز الأصوات مباشرة مع بدء التصويت المبكر في 22 من أكتوبر الماضي، لكن حالة التجاذب تلك لم يتمكن الحزبان من الاتفاق عليها وبقي القانون كما هو، يبدأ فرز الأصوات مع بدء التصويت في 7 صباحا وليس قبل يوم الانتخاب. هذا بالنسبة لعملية فرز الأصوات التي تشاهدونها خلفي والتي بدأت قبل ثلث ساعة. أما فيما يتعلق بالتصويت الذي بدأ قبل نحو ساعتين ونصف من الآن، يعني بدأ التصويت في الساعة 7 صباحا في ولاية ويسكونسن. التصويت في بداية الاقتراع عند فتح الأبواب كان كثيفا، ربما لأنه يعني مبكر قبل ساعة من بدء الدوام الرسمي، فاتجه الموظفون، يعني أنا ما شاهدته بأن الأعمار كانت تقريبا هي أعمار شبابية، توجهت إلى مراكز الاقتراع في الصباح الباكر، لكن بعد ذلك أصبحت الكثافة أقل وأصبحت مراكز الاقتراع يعني من يدخل إليها يقترع بسرعة، ولا يوجد يعني كثافة في التصويت أو طوابير كما شاهدناها معا في الصباح الباكر. ربما ذلك بسبب أن يعني لا يوجد عطلة رسمية في يوم الاقتراع في الولايات المتحدة، ربما سيكون هناك كثافة أكثر في ساعات ما بعد الظهر، ساعات الاستراحة أو ساعات خروج الموظفين، لأن الاقتراع يمتد حتى الساعة 8. أذكر أيضا بأن اللجنة أعلنت بأن هناك 1,600,000 صوتوا تصويتا مبكرا وعبر البريد، وفيما من يحق لهم التصويت وقد سجلوا للتصويت هو 3,500,000 ناخب، أي أن هناك 1,900,000 ناخب لم يصوتوا بعد، ربما سيصوتون في هذا اليوم. لم تعلن حتى الآن نسب دقيقة لعملية التصويت ونسب الاقتراع. نعم جيهان. نعم، شكرا جزيلا زميلي العزيز ممدوح أبو الغنم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية ويسكونسن.